كورا. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. القائل في كتابه وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجري الأيام والأسبوع والشهور والسنون، ولأهميته أن الله جل وعلا أقسم به وبأجزاء منه في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كالفجر والليل والنهار والعصر والضحى. قال ربنا عز وجل: والفجر وليال العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى، سكن أو اشتد ظلامه، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وغيرها وما ذاك إلا لمكانة الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان: أن يا أخي اغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع العباد ردا، واغتنم دعوة المبتلى. ويا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسجد بيت كل تقي، وقد دمن الله لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله. ويا أخي ارحم اليتيم وأدنه منك، وامسح برأسي وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأتاه رجل يشكو قسوة قلبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن تلين قلبك؟ قال: نعم. قال: فأدن اليتيم إليك، وامسح برأسي، وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجاتك. قال أبو الذر رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاث